نشكر أولا الدعوة الكريمة من وزارة الصحة المغربية للمشاركة في فعاليات المؤتمر الثاني تحت مسمى تقليل المخاطر في أفريقيا، وقد شاركت في الندوة المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي وتقليل المخاطر. ومن الجيد أن نذكر أن المؤتمر يتميز بحسن التنظيم ودقة المشاركين والمحاضرات السرية. وبالنسبة إلى ما قدمناه أو ما شاركنا به في المؤتمر من الخبرات المصرية في تحقيق الأمن الغذائي وتقليل المخاطر، فقامت الحكومة المصرية على مدار عدة سنوات بحوكمة وإدارة الملف الصحي الخاص بالرقابة على الأغذية من خلال عدة محاور. فيوجد في وزارة الصحة إدارة مختصة بالرقابة على الأغذية، كما أنه يصدر بشكل دوري من هيئة القياس التابعة لوزارة التجارة والصناعة مواصفات قياسية مصرية لضمان جودة الغذاء المتواجد بالأسواق. وحديثا أنشأت الحكومة المصرية هيئة سلامة الغذاء لضمان حوكمة وإدارة الملف والرقابة على الغذاء بشكل كامل، كما أن القوانين واللوائح المصرية تضمن أو تشترط حصول المتعاملين على الغذاء لشهادات صحية تضمن سلامتهم تجدد بشكل دوري. كما أطلقت الوزارة تجربة أو استراتيجية خاصة بالصحة الواحدة تضمن تحقيق الأمن الغذائي وتقليل المخاطر في نفس الوقت عن طريق التعاون بين الوزارات المختلفة من وزارة الصحة ووزارة الزراعة ووزارة البيئة وغيرها من الكيانات المشاركة. الخطة الاستراتيجية تعمل من عام 2023 إلى عام 2027، وهي تمت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الغذاء. كما أيضا شاركت مصر في التقييم القطري والمسح القطري الذي عمل على قياس جودة مياه الشرب على مستوى 121 دولة، وكان يتم من خلال منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف. وقد أقر هذا التقرير أن مصر تصير في اتجاه الصحيح من أجل جودة تحقيق مياه الشرب. كل هذا يجد أو يتم في إطار الهدف الأسمى من تحقيق جودة غذاء ورقابة غذائية جيدة وتحقيق الأمن الغذائي وتقليل المخاطر المتعلقة به.